بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نشطاء حي القصور، منطقة محمود الشرفي. يوم الجمعة مصادف 8/3/2013، فأقام نشطاء هذا الحي لجمع تبرعات لمساعدة أهلنا النازحين والفقراء في الحي، وإن هذه المساعدات تكفي قليل من العائلات، ولكن مثل ما يقولوا بالحموية البحصة تصنع الجرة، ولتوزيع لأهلنا النازحين والفقراء. ونعاني نحن حي القصور ومنطقة محمود الشرفي خاصة من ضعف في إمكانيات إغاثية، مع العلم أنها تحوي هذه المنطقة عدد كبير من النازحين والإمكانيات لدينا قليلة. نتمنى المساعدة لمساعدة أهلنا النازحين أكثر، وبإذن الله نحن مستمرين في حراكنا السلمي الثوري حتى إسقاط هذا النظام، ونعدكم بالمزيد بإذن الله ونحن على العهد باقون. تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر، الله أكبر.